مينا ناجي من احد اعضاء مبادره سفراء التخليج العربي. مبادره سفراء التخليج العربي هي مبادره شبابيه وعربيه بتمتد الى 10 دول عربيه، منها دول الخليج العربي، مصر وفلسطين والاردن وتونس، وايضا معانا كندا. المبادره بدات على موقع تيتر، وهي بتستخدم مش بس موقع تيتر، بتستخدم الاعلام الاجتماعي لدعم المحتوى العربي الرقمي من خلال تقديم محتوى عربي رقمي هادف باللغه العربيه، وبيتم استخدام هذا المحتوى بتدعمه محركات البحث، وبالتالي بيثري المحتوى الموجود على شبكة الإنترنت باللغة العربية. هدف المبادرة هو تكوين مجتمع للمحتوى العربي الرقمي، أو بالإنجليش بنسميها community. المجتمع ده بيتم استخدامه في مختلف المشاريع التي مشاريع تعريب، مشاريع ترجمة، مشاريع أخرى، بهدف إثراء كل ما هو محتوى عربي أونلاين. ده هدف بسيط عن المبادرة. برضو أحد الأهداف الجزئية للمبادرة هي إقامة فعاليات في مختلف الدول العربية، وتكوين ملتقيات شبابية أيضا للتحدث عن وتوعية موضوع التوعية عن موضوع دعم المحتوى العربي الرقمي، أيضا زيادة الحوار والتحاور والتواصل باللغة العربية على الشبكات الاجتماعية. فدي أحد برضو مجموعة من الأهداف الجزئية للمبادرة. المبادرة تمتاز بمجموعة من الأمور. أول شيء أنه هي ليس لا تقتصر على دولة عربية واحدة، وهي ليست برضو لا تقتصر على نوعية واحدة من المشاركين أو الأعضاء. المبادرة في 10 دول عربية، وأعضائها من هذه الدول العشرة، ونوعية الأعضاء مش بس طلبة جامعات على سبيل المثال. الأعضاء بيتميزوا بالاختلاف الشديد والتنوع الشديد. في عندنا أساتذة جامعات، عندنا طلاب جامعات، عندنا مهندسين، عندنا تقنيين، عندنا لغويين ومترجمين ومدققين لغويين. فعندنا تنوع كبير في الخلفيات الثقافية، عندنا تنوع في الأعمار، المراحل العمرية. فده بيدي للمحتوى اللي بينتج عن المبادرة بيدي تنوع كبير وتناسق مع أذواق مختلفة للمستخدمين. فدي نقطة في قوية في صالح المبادرة. كثيرا بيتم اسناد سؤال لينا انه احنا لسنا من اول من يغرب باللغة العربية، فايه الفرق بين مثلا دكتور او شخص عالم او كده بيكتب على تويتر باللغة العربية، ايه الفرق او ايه الاضافة اللي عملتها المبادرة على تويتر؟ فالنقطة القوة الأساسية في المبادرة ووجه الاختلاف عن أي مبادرة أخرى هي نقطة الأرشفة. على موقع تويتر لا يمكن الاحتفاظ بما يكتب عليه إلا في غضون 3 أو 4 أيام. فلو أنا كتبت موضوع متخصص باللغة العربية، بعد 4 أيام هيتم مسحه من موقع تويتر، لأن موقع تويتر آخره 3 أيام من حيث حفظ البيانات والمعلومات اللي عليه. فهذا المحتوى لن تدعمه محركات البحث. لو أنا كلمت النهاردة عن تاريخ نبات الصبار على موقع تويتر، وحبيت أن أنا كمستخدم عربي بعد 4 أيام من نشر هذا المحتوى البحث عليه على موقع جوجل، لأني أنا لا أعلم من المستخدم الذي طرحه على موقع تويتر، فلما جيت دلوقتي أكتب تاريخ نبات الصبار مش هلاقي المحتوى اللي طرح على تويتر، لأنه لا يدعم من قبل محركات البحث. ولهذا أسندنا نقطة القوة إلى الأرشفة، والأرشفة هي تجميع كل ما يكتب على موقع تويتر وأرشفته على موقع ستوريفاي. موقع ستوريفاي هو موقع اجتماعي بيمكن المستخدم من حفظ تغريداته بشكل متسلسل من الأقدم إلى الأحدث، ويتم نشرها على هيئة تدوينة طويلة أو على هيئة صفحة إلكترونية، بيتم دعم هذه الصفحات على موقع تويتر على موقع جوجل. فبالتالي لما الشخص بيبحث عن ما طرح على موقع تويتر بيلاقيه في محركات البحث لان تم ارشفته على ستوري. بنحب نشكر معرض شرق دوري الكتاب على استضافته لينا في ندوه عن مشروع تعريب تويتر وتعريف الجمهور المعرض الكبير بمبادرة سفراء التخليج العربي. الحقيقه نحب نطلب اكتر من امر من جميع من يشاهدنا، من جمهور المعرض على الشبكات الاجتماعيه او من حضور المعرض أو كل من هو في أي دولة عربية. أول أمر أنه طبعا يتابعنا على تغريدات، إحنا الأكاونت بتاعنا @TAGHREEDAT تغريدات، يتابعنا على تويتر لأنه هيتعرف على جميع أهداف وبرامج المبادرة. تاني حاجة بنطلب من أي مؤسسة عربية تحب تدعم المحتوى العربي الرقمي أنها تتواصل معنا ونتقابل معاها، سواء مش مهم أي دولة عربية، بس إحنا على استعداد إن إحنا نتقابل مع أي مؤسسة عربية تود دعم المبادرة ودعم أحد مشاريع المبادرة للمحتوى العربي الرقمي.
وبنطلب كمان من المستخدمين تويتر ان هم اللي يحب ينضم لينا في انه يطرح سلاسل ويطرح مواضيع قيمة باللغة العربية انه يتواصل معانا علشان يتم نشر المحتوى اللي هو حابب يشارك بيه. فبنطلب من كذا جهة وكذا كذا نوعية من الجمهور ان هو يدعمنا بكافة الصور اللي هو يقدر يعملها.